Good morning, good morning, good morning, minus 16. Beautiful. عم تتلوش تلاشة كل الليل بيطل الهايوي من عندي في تقريبا عليش 5 سنتي مثل ما شايفين. من هون ساعة 6:30 الصبح رح نمشي ونكفي طريقنا على كالجري. رح نقضي نهار واحد ما رح يكون كتير طويل. رح نجرب نقطع على بامف، هيدي المنطقة اللي كل العالم بتقول بامف رايع الجنة. الجنة عم بسمع عنها من ايام كنت بدبي، والكل عم بيقول ما بتجع لهون الا ما تروح على بامف. وليد جاي يخدني ونهار جديد ببلش. مثل ما قلت هو الماينس 16 ما بتحسوا فيها، اول دقيقتين كتير حلوين، خي برود وأز ببلش كل شيء بالجسم يجمد، من الأصابيع للمنخار لهون. وبعد تقريبا دقيقتين التليفون بيوقف يكبس. اكسبيرينس، انبسطت كتير بأدمنتون، انبسطت بالطقس، انبسطت بالعالم، انبسطت بالمحبة، انبسطت بالناس، انبسطت بالأكل، انبسطت بهالمدينة اللي بتستحق مثل موريال مثل تورونتو. ووعدتهم انه مرت الجاي رح اجي اقعد عندهم مينيموم 5 ايام. ببلش الجينز يجمد كمان وتحسوا اجريكم عم يزرق. فايت انطر وليد جوا. Can a medium, medium, medium dark roast, please black, okay. And another medium green tea with 2 honey. هذا ما نقول له كريم تشيز بيجل. Seems nice. Boston cream donut. بعد ما أكل دونات عند Tim Hortons. بيغنجوت تيمي. For les intimes. Boston cream donut for the road. And a coffee. ومشوار طويل 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 ببلش هلا. يلا تشيرز. تعلمت شغلة امبارح انه هيدي لهون السيارة، هاي لجوا كاسات اللي بتهز ما توقع شيرا برا. ها اخذت معي 40 سنة تعرف. أنا بعمل editing ومنتقى بعد 3 ساعات. Trains long 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 trains. قديش مفكرين long؟ ضربوهم بثلاثة. صرنا ماشيين تقريبا شي 3 دقايق 4 دقايق على سرعة 100 وبعده ما خلص. بنصه خليكم بنصوا فيه قطرة، بأوله فيه قطرة وبآخره، لا بآخره فيه قطرة، بأوله فيه قطرتين وبنصوا فيه قطرة. فرش طازة بعد هلا نازل فرش سلايت. اوكي طريق تلج على الأرض تلج، الكاميونات خايفانين وحاطين فلاشرز، الحرارة ماينس 15. كنا عم نحكي عن ترينز، رق الوضع شوي، مركز على الطريق. عندي 3 اولاد وهي الطريق. والاديتنج بكفي.
نص الطريق صرنا بنص الطريق صرنا على محل دوناتس كتير مشهور. رح نزل الكمبيوتر نشرش شوي البطاريات نشوف اذا فينا نشرش الكمبيوتر لانه ساعة ونص فضي. اسمه The Donut Mill Deli and Bakery. هون في هواء اكتر تلج اكتر. واو سميلز اميزنج. يلي ما بياكل سكر بصير ياكل سكر ونحن وحدنا وما في بساينة بالمنطقة. رائع رائع خبزته رائع. كمية الخضرة اللي بقلبه مطارد فوق مايونيز تحت عطشو هيك شوية كريم على الميلتين فوق وتحت صوص مش ناشف. اكسلنت ساندويتش. نحن بالاخر جايين لهون كرمال الدونت حبة صغيرة. اول اوبشن ثاني اوبشن. اه حقيقة شفت الطعمات كتير طيبين بس ناشفين شوي وبتحسوا باحساس العجينة او خبزة. I've had better fluffier softer مرتاحين اكتر مش عاطلين بس I've had better. واحد بينسى قديش بارد برا كل الوقت يعني بتتركوا السيارة دقيقتين بتتغطى السيارة يعني. اوكي اح ييي كمان نجيب قهوة للطريق. هلا بنعمل درايف ثرو. خبرك عنه Good Luck Gold. أول شيء الشوكولا مجلد طبعا شو حلو. شايف كيت كات هالقد كبير من مقل. أوه. واو شو حلو من ميل. دوق. أوه واو دوق خبر. شيء قوي كثير قوي سوبر قوي. كراميل فليفرد جولد شوكليت توبت و ستوفي بيتس هيمالايان سولت اند جولدن كاندي سبرينكلز. اوف هالقد اوف الملح بالاخر كيف بتقرص؟ اخر شيء الملح يا بتبلش بالكراميل كراميل بترجع بالسويتنس بترجع اخر شيء بتصل للملح. تركنا ادمنتون وقال لي انا ما باكل سكر. رح نوصل على بان رح يكون خلص هيدا. yeah.
are you? Good. Good, thank you. For a couple of hours. هلو بامف. انا اكيد انا بالصيفيه الالوان والمناظر رائعه، اكيد الخضار والماي وكل هالتفاصيل، بس بالشتاء كمان جنون. على علو 1500 متر هون بتصيروا كانكم بفال ديزير او بالمزار عنا. التلجات بعدهم فريش، ما وقفت تتلج من وقتها ما غطيت، يعني من امبارح بوجنا الفيرمونت وقفت اشوف اذا فيني اقرب شي محل صوروا من هون من تاني ميل. شجر كتير والهواء بيشيل زلمة. تقريبا ساعة ساعة ونص من كالجاري، مزبوط، بس it's worth a stop. Enjoying the view. جربت ابرم الاوتيل، بس طلع الاوتيل فيه هيك يافطات وين ما كان، اونلي فور اوتيل جيست، اونلي فور اوتيل جيست، فما فيكم تشوفوا منه الا اللوبي. رح نكفي ننزل على الضيعه، اكيد بنلاقي شي ريستوران صغير داينر مهضوم. اوكي، ليك لويز از 55 كيلومترز اواي. ما رح تزبط بالسفره، نرجع منعيده بالصيفيه ومنصور الصور الحلوة يلي موجودة على جوجل ووين ما كان. فهلأ تلج، جبال، درون هوا كتير ما رح يطلع. and we go. ايدي كتير Thank you.
هيدا الشيء احلى شغله صارت معي يمكن باخر يومين، غير اني تعرفت على وليد، لانه بدقوا بالسكرين تبع الايفون كلهم، مش بس بنقطه صغيره كفوف لقدام، كان في بس هيك نقطه صغيره على اصبع واحد، هولي كيف ما تدقوا دغري بيلقط مثل كانه جلده الايد. بيوتيفول، فيني صور بلا ما يجلد اصابيعي. اكسلنت، كنا مسقعين وجوعانين. Delicious, delicious, delicious. Wow. Good food, good food, good food. سألت على جوجل مابس، فتشنا على مطعم تناكل فيه، اللي بلفت النظر انه 90-95% من المطاعم الريفيو تبعها 4.3 and up. الا واحد شاينيز هون الريفيو تبعها 3.8. اوبس. فإت سيمز انه هون ببانف الاكل طيب. إت سيمز انه هون ببانف عم نحكي عن شيء اوف سكيل هاي اند، كل شيء مرتب. اكيد المحلات، الديكور، الزينة، الارمات، اللوجويات، كل شيء مرتب. فيري هاي اند والاكل طيب. مطعم سياحي مثل غيره يمكن، بس ما منع انه زلمة استقبلنا، حط لنا فيش كهرباء، ضحك كثير كبير. حسيت حالي بمحل كثير بعيد وما عنده زبونات. والاكل طيب طيب طيب. مكسيكان فود هاي اند اكسبشنال، اي لافد ات. سوبر كرانش. بيوتيفل، ذكروني بعن جد ريل مكسيكان ريستورنتس اللي بيكون الشيف مكسيكي، ما اذا كان زيته. ف وي انجويد ات. تمشي كثير سريعه لانه الجينز بيجمد بثواني. ما وقفت تتلج من الصبح. ومنكفي مشوارنا على كالجاري تقريبا ساعه ساعه وشوي، ومنجرب نلحق نبرم برمي بداون تاون قبل ما تعتم. عندنا موعد بعد ساعتين عند مطعم خبروني انه اكله طيب. ريدي؟ اتس تايم فور بنزين؟ بنزين. خلصنا ريزرفوار من الصبح لهلا؟ ايه. اوه ماي جاد. فولنا السيارة على 6:30 الصبح، هلا اتس اولموست دون. صارت ساعتين تاني، عملنا تقريبا 30 كيلومتر. يا. البنزين هون ما في يا معلم، فول. عبدي. هون نحن بننزل. بالثلج. بالهوايات. مجبور تطفي السيارة. مش حاطين سقف، ما بعرف ليش. يلا. You can do it. You can do it. شيل هذا الشيء. وهيك. ليك الفريز انت مفرز. اهم شيء نعبي بنزين مش مازوت. كثير عالم بتصير معهم بيعبوا مازوت بالسيارة. عن جد. سو حطينا يا ايري 7. مش عم صدق عن جد، نزلنا من موريال من 23، ما بعرف هلا شو صار بموريال، بس من 23 لهون ماينس 18.
تو اكستريمز. اي نظف نظف. ايوه نظف. ما معي لبناني اعطيه تيبس. اكسكيوز مي. تعا نظف. سيارة كهرباء من هالقرايح مش هرجع عشية بالجراج بالبيت. جبنا لحمة معددة. معددة بقول يا صار كيف جاي طحت الريحة طلعت السيارة. سو هيدا هيك اتس كويك سناك، فيها شوية بروتين، فيها شوية كالوريز، فيها شوية فات. يا بتدفي ما تقول شوية. بيف جيركي كتير مشهورة على الجاز ستيشنز، إذا حدا جاي، إذا حدا جوعان، إذا حدا زهقان، إذا حدا عم يسلي حاله على الطريق. مكونات ورا فيهم كتير إشياء بتعطي ريحة حلوة، بيناتهم باينابل باودر، سموك، درايد بيف ستوك، صويا صوص باودر، براون شوغر، and so on. مندو الله لا يجوع حدا. في ديفرنت. الله لا يحطها بدرابها بجيبت بجيبت حطها. واخذت لقمة كبيرة هلا شو بعمل فيها؟ نفتح الشباك. هيك بنسبرق لبرا بالبرد بماينس 20. تنتبه يلزق. ما عم تهدى التلج، ما عم تهدى. يعني مش بس جيت بوقت فيه تلج، جمعة الماضية من أسبوع من سبعة أيام كانت الحرارة 20، وإذ هلأ صارت الحرارة 16 تحت الصفر. ومش بس هيك، في عاصفة ما هديت تلج من الصبح. وصلنا على كالجاري ومثل ما عم تشوفوا بالصور الطرقات بيض، الدنيا بيضة، واحد بصف سيارته على جنب دغري بثواني بتصير عليها تلج. والتلج هون حلو ما فيه مي، مظبوط في برد بس منه مثل البرد اللي عنا. نحنا صفر أو واحد تحت الصفر بتحسوها بعظامكم قد ما فيها رطوبة، حتى بلندن أو بفرنسا وغيره. هون في تلج كتير صغير ما فيه ماء وما في ما فيه رطوبة، بس ما بيمنع إنه برد. حتى نحنا قاعدين بالسيارة وحاطين حرارة 29 يعني بتحسوا فيها شوي. نحنا تأخرنا على الموعد واصلين. هو الطقس، لأنه سألنا جوجل مابس محل ما كنا قديش بدنا، قالنا ساعة ونص، كنا وصلنا 3:30. بس ما هو الطقس والطرقات والطريق والعجقة والكاميون والغبرة اللي بحطها وراء الكاميون
فتأخرنا على الموعد 45 دقيقة. يلا 9 minutes ومناكل شاورما. يلا يلا بدنا نطلع حلقة الليلة وبدنا يا التلج صار فيه 15 سنتي. I didn't sign up for this. Hello. Hi. How are you? Welcome, Anthony. Thank you. Oh, watch out. أول شيء في عندنا نحن فاست فود عطيف تشين درايف ثرو. عندنا هوني سب تشيكن، عندنا سب دونير، عندنا برجر دونير وبرجر شاورما، وعندنا خبز ساج هوني، عندنا أبتايزر هوني، في عندنا تشيكن وعندنا بيف أونيون رينجز هون، الحمص هون، لحم غنم، عندنا بيف كباب، اي سمبوسة هون، عندنا كله بنعمله هون. اسمي عبد الجليل القادري من خربة روحه. صلني هون، جيت لهون بال 1980، جيت لهون مرحوم الوالد جابني وخيي الكبير، صلني هون وقت ما جيت لهون عم بشتغل بمطاعم، عندي أكثر من مطعم. هذا المطعم جديد عملناه، مطعم فاست فود درايف ثرو. نحن الحمد لله we're the first drive through in Calgary. وثاني شيء كمان نحن يعني كله فاست فود عندنا، كله أكل لبناني، ما فيش عندنا إلا كل اللبناني، كل الطباخة الشيف عندنا لبناني، كل اللبنانية أكل لبناني. نحن the first people، أول ما جينا لهون كانت المرحومة أمي تعمل خبز صاج. يعني أنا مطعم المطاعم صلني 23 سنة، عندي أكثر من one مطعم different brand. بس هذا نحن قلنا بالكوفيد، ما صار الكوفيد قلنا نحن عطيف صار المطاعم تسكر وهاي كل شيء، يعني I came with the idea أنه نفتح شيء غير. قلنا شو فكرت أنا صلني زمان عم فكر أعمل drive through. So الحمد لله we open a drive through نحن هون. كيف نحن هون بكالجري. أول بلشنا بالمطاعم نحن كنا يعني يا third or fourth people. عائلتي كلها مرحوم بي وأمي وأخوتي، عندنا نحن بالإندرستري صلنا زمان بالإندرستري المطاعم. وإن شاء الله نحن هذا أول مطعم نفتحه هون drive through، وإن شاء الله نحن we gonna be have more stores in Calgary same theme same everything. كل يعني في ناس كثير بيسألوني إنه how you're thinking about drive through and how fast can you do drive through compared to McDonald's, Burger King, you know, and Tim Horton. There is a way to do that. And alhamdulillah, I have experienced people I brought from McDonald's, Tim Hortons. So I have like full team of you know people. And alhamdulillah, yani we're very fast compared to like a drive-through. We do fast food. We do doners, burgers, doners, subs, shawarma, saj, khubz arabi. فينا نحن نعمل هوني كله fast food. مقسم المطعم أول اسم للعالم اللي بتجي داين إن. فهون عنا الدونير التشيكن واللحمة، عنا اللام بيف شاورما for the people who come in. Here we have a station for the drive-thru station. Everything like ready. And here we have everything for the station. We have beef and we have chicken too. Here we have for the barbecue. Another grill for the drive-thru. من زمان وبقول ليش بس الدرايف ثرو للبرجرز والتشيكن؟ ليش الدرايف ثرو للقهوة وليش مش الدرايف ثرو اللبناني؟
اللبناني هو الستريت فود. يعني نحن اخترعناه من كتير زمان، نحن وصغار جدود جدود جدودنا بياكلوا ستريت فود بس ما بيعرفوا انه اسمه ستريت فود. المنقوشة، الكنافة، الفلافل، الساندويشات، هول ستريت فود بلشوا من عنا من كتير زمان. وليش ما عندهم درايف ثرو؟ تعرفت على حدا بيعمل درايف ثرو باستراليا ومن وقتها كمان ما رجعت شفت حدا تاني. هلا بكندا ولاول مره يمكن، وان شاء الله بيصيروا وين ما كان. ما بتستحلي جراب اند جو ساندويشه، ما بتستحلي جراب اند جو شاورما، ما بتستحلي جراب اند جو برجر لبناني من السياره بلا ما واحد ينزل. Such a cool day! Time to warm up for some shawarma! ما رح اقعد لكم مرحبا. فتت دغري من الباب استقبلوني برا، وفتت دغري وعج عج 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 على المطبخ درايف ثرو كل التفاصيل. محضرين للطاولة هيوج الفواكه، القص حسيت حالي كيف بدي اقول لكم على البردونه بقعده بجبل بلبنان. رح ندوق شويه لحمه نشوف شو عندهم، ندوق شويه كباب، يلا هيك نقعد على وقت. والحمصات introduce it to Sarah, she's from Lebanon. She's been with us for 1 year. She's a supervisor, night supervisor, and also she's a chef. And also Merbrit, we have her for over 3 years. And she's a chef, she's from India. And here we have Gary. He's been with us almost for 1 year. He works in the front and the back. Nick, he worked in charge of the back kitchen. Here we have Lala, she's a supervisor for the drive-thru. Gary from India, he's... I'm Canadian. Canadian, happened to be with us. Canadian Lebanese. And Lala, she's from Philippines. And here we have Mr. Arif with us over a year and a half. And he's a chef, and he's from... Tunisia. Okay, we have a great people. And we have some people already, like we have night chef, we have day chef. Some of the staff have to leave. But we have actually, most of the people working here, we have multi-nationality, but mainly we have Lebanese chefs, and you know, we have a lot of Lebanese staff working with us in here. Welcome to Shawarma Factory! Hummus, tabbouleh, Papillon.
على وفقك، على وفقك. شكرا كثير وثانك يو. وانا اذا اركض على المطار ما رح لحق اشوف حدا، جيت لهون بس كرمالك. تخيل. شكرا كثير، نحن بسطنا كثير. نحن في شاورما فاكتوري تو هاف يو هير، وير فيري كيف اني فيري جلاد تو هاف يو هير. ثانك يو فيري ماتش، ذا بيست. ثانك يو فيري ماتش. شاورما ماينس 16. اح يلا بوس لك يا انتوني البوس. بتفوتوا على المحل بتظهروا بيكونوا زادوا 3 سنتي، بس كل ما تتلج كل ما مثل ما بقولوا عنا بلبنان بيكسر البرد. شو بده يكسر تا يكسر؟ انه ماينس 18 صارت ماينس 17. ابيض طرقات بيض تلج ما عم بيوقف، جرافات ما عم تلحق. انا بعدني متامل انه بعد 3 ساعات الطياره رح تطلع، احسن ما نعلق هون. شتي at its finest، يعني عشت الشتي بكالجري اول تلجة قويه وماينس 16 ما عم تهز. عم لحق حالي بين موسيقى وموسيقى تقدر احكي معكم بلا ما يكون في كوبي رايت. كثير حلو المحل، السقف حلو، الديكور حلو، الموسيقى شوي عالية، بس المنيو فيه اشياء كثير طيبة. اجت الموسيقى باي. كتير 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 طيبين، very nice. تمبورا ستايل من برا، من جوا رزيتهم عظيمين، نقطة صويا صوص.
ولا توفيق اخر وقفه توفيق. الاكل طيب، السيرفيس عاطل، موسيقى عالي، بس الاكل طيب. كالجاري بعتذر ما قدرت ابرم. بامف اخذت كتير وقت على اساس ماشي ما تعطلهم ساعه ونص روح رجع. توصلنا لهون على الساعه 5. بوعدكم رجع رجع كتير قريبا، تستاهلوا 4-5 ايام بس اليوم هارد لوك. يلا على المطار، ركض ركض، ناطرين بفانكوفر. انا فكر الطقس حلو، طلع بفانكوفر كمان تلجي وكمان الحراره صفر مش -16. الحمد لله. واو، وقفت تتلج وتطلعوا الارض مثل الجبل، كل شيء ابيض مثل الجبل عنا، يعني مثل كل شيء ابيض، مدينه كامله مغطيه بابيض بتلج، بطل فلافي مثل قبل، بلش يأسس. يلا رح طب شنطتي في شوية اغراض، اذا فتح الصندوق نلتقى فيكم بالمطار. صار وقت الوداع. يس yes, حبيبي so thanks for coming. Thank you, thank you. Great two days. Best two days ever. رجع تقضي معي نهار ساعات برجع؟ برجع يعني. اكيد في راجعة soon. اوكي صار الوقت نجيب الاغراض. اذا مش مجلد see you in a bit. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Bye -16. Bye. خلص. Feels good. شو هالسفرة؟ خلينا نسميها discovery trip لأنه يومين أكيد ما بيقدوا. وعدتهم بأدمنتون رح أرجع لعندهم وبيستاهلوا على القليل أسبوع. يومين كانوا كتير سريعين أو نهار واحد فينا نقول، بس أخذت هيك ميز أن بوش أفان بريمير، عرفت شو هي الناس كيف عايشين، السقافة القديمة اللي بعدها مثل ما هي وما تغيرت، الناس ضبين على بعضهم، عائلة كبيرة أكثر من 25,000 أغلبيتهم بيعرفوا بعضهم، ضيعة كبيرة، تلج ايه بس كل شيء منظم. حبيتها، حبيت رواقة، حبيت المول تبعها، حبيت أكلها، حبيت أكلها كتير كتير. كالجاري كانت مش محسوبة، 3-4 ساعات شفت شوي المدينة، كانت عاصفة، انبسطت أنه كنت بهيدي العاصفة. وبامف أكيد رح أرجع عليها بصيفية. يلا إن شاء الله نكون انبسطتوا بهذا النهار. بعرف في طرقات كتير، مناظر كتير، تلج كتير، كان لازم نعمل وقفات أكتر بس الوقت كان عم بيركض معنا. سقنا أكتر من 850 كيلومتر اليوم بنهار واحد. وليد بطل. وليد مرسي على كل شيء، على هاليومين، على السواقة، على الاهتمام، على الضحك، على الكرم، على العزايم. وكل واحد استقبلني وأجا يشوفني بهذه اليومين عن جد يعني هارت وورمينج. فانكوفر هي وي كم. بجرب نمساعة الطيارة أو بعمل editing تخلصهم بكرة. ممنوع عن قفي ولا نهار. يلا see you tomorrow. ركضت من الـ A للـ D. غيروا الجيت تبع الطيارة، وصلنا على الـ D. في مينيموم ربع ساعة ركضت، فيني أخبركم بآخر الدنيا. مكتوب 127 cancelled. اوكي ركضنا، قال لا تبعكم not cancelled 135. ف if it's meant to be it's meant to be. ناطرين يمكن تأخير شوي. الكرو هلا وصل، شكلنا راح نروح على فانكوفر. updates بعد شوي. اول تأخير للساعة 1. راح جرب بلش editing تبع حلقة بكرة. مطاعم نصها مسكرة، لاونج ما فيه. هلأ منلاقي لنا شي كرسي نتلقح عليها.
رح تكون ليلة طويلة، بس الطيارة هون. ليه ما رحنا؟ صفي لازم يحموها أقولكن. لكن طلعت الخبرية انه مضيعين وحدة من الاوديسات، فكنا ناطرينها كلنا، واجت على رواق عم تحكي على التليفون وفتت على الطيارة هلا. فمن هلا لربع ساعة لازم نطلع على الطيارة. صارت تقريبا ساعة 12:30 ونقل راد، بنمشي على الوحدة 1:30، يعني نهار بكرة نص راح. وصلنا مطبشين، وصلنا على الساعة 3، كان لازم اوصل على الساعة 11. 4 ساعات and Vancouver here we come. رح يتخربط اول نهار اكيد، ما رح بلش الساعة 6 مثل ما بعمل كل يوم. اوكي هلو فانكوفر. مهضوم البايلوت، قالنا تخبركم انه لازم تشكروا ربكم انه نحن هون، لانه ما كان في فيرست اوفيسر وما كان في هوستس، فكلهم صبوا رحنا جبناهن، والطيارة أخذناها من حدا تاني، فلغينا الفلايت تبع حدا تاني. حسيت حالي عم بلعب. anyway okay just for fun. hello Vancouver. هالمرة عن جد نلتقى بكره.